يؤدي بمنتهى الروح القتاليه العاليه كانه بيلعب في المكان ده بقاله 100 سنه. مكسب كبير جدا. وفايلر اعتقد هيحط عمار حمدي في حساباته. خاصه كمان ان احنا في منطقه الارتكاز في النادي الاهلي هنا محتاج واحد زي عمار حمدي. فعمار حمدي بالتاكيد هيخش في حسابات النادي الاهلي في التشكيله في الفتره الجايه. يمكن لو بصينا على ارقام اكرم توفيق وعمار حمدي مقارنه كده ما بينهم، نبص على ان اكرم توفيق الاثنين طبعا لعبوا 120 دقيقه، دقه تمريرات اكرم 91% القصيره، عمار حمدي 90%. عمار طلع يعني تقريبا 11 دقيقه. عمار لعب 108 مش 120، 108. اكرم توفيق 120، دقه التمريرات القصيره بتاعت اكرم 91%، بتاعت عمار 90%، التمريرات الطوليه لاكرم 5 تمريرات طوليه، عمار حمدي واحده، قطع الكوره الاثنين 17 اكرم توفيق وعمار حمدي 14، استعاده الكوره الثانيه 12 لاكرم توفيق و6 لعمار حمدي، المراوغات الناجحه الاثنين 2، صنع فرص لزملائه اكرم كمان صنع فرصتين، عمار حمدي صنع فرصه، محاولات على المرمى لعمار 1، حصل على اخطاء عمار حمدي 4، فالاثنين ممتازين جدا. يمكن اكرم توفيق قدم بطوله عظيمه واستحق بصراحه افضل لاعب وسط في البطوله على مدار الخمس مباريات، دور مهم جدا في عمليه استخلاص الكوره واستعاده الكوره الثانيه لمنتخب مصر، دور دفاعي مهم جدا. وكمان اكرم نضج، كنا زمان نقول عليه ان هو بيعمل فاول في اي حته، لا حته التهور اللي كانت عنده دي بصراحه ما عادش موجوده خالص، معدل ارتكابه الاخطاء قل بشكل كبير جدا، مجهود الورك ريت بتاعه رهيب عالي جدا، بقى كمان الدور الهجومي والتمرير الطولي بتاع اكرم توفيق ممتاز جدا. اكرم بصراحه مكسب كبير جدا. ليه بقى يا احمد؟ عشان اكتسب خبرات ولعب. ليه اكتسب لعب؟ لعب. دي نظره النادي الاهلي ولجنه التخطيط والمشرف على الكره في النادي الاهلي، عملوا ايه؟ قال لك طلع اللعيبه دي تلعب. طلع اللعيبه دي تلعب. هتعرفوا القيمه دي بعدين، ودينا بنشوف اللعيبه دي بتلعب. اللعيب لما بيلعب في الجونه واخذ حتى هو كان باين عليه التطور في بدايه الموسم مع الجونه. لما لعب كمان بطولة زي دي ويلعب تحت ضغط جماهيري، اعتقد لما يرجع السنة الجاية للنادي الاهلي هيبقى مكسب كبير جدا في وسط الملعب للنادي الاهلي. عمار حمدي زي ما قلنا بيحصل على اخطاء كتير، لعيب كمان راجل بتلاقيه بيلتحم التحامات رغم صغر جسمه، ولكن هو لعيب مهم جدا بيجيب فاولات، عملية الربط ما بين الدفاع والهجوم هو اللي دايما كان ماسكها، واصابة ناصر ماهر فرقت مع عمار حمدي رب ضارة نافعة عند بعض الناس. يعني عمار حمدي لما من اول ما اخذ الفرصه فرق كتير جدا، واعتقد ان هو هيكون ورقه رابحه عند فايلر في الفتره المقبله. برضو احمد رمضان بيكهام، احمد رمضان بيكهام